السؤال الخامس. فانشومي سؤال. أي كتاب تقتنيه أو أهديت الآن لك كتابا، قبل أن تضع هذا الكتاب في المكتبة أو في الحقيبة، أقل شيء تقرأ مقدمة الكتاب وفهرسة الكتاب. هر كتابي كي شمارة دياج بي يا شمارة هدية كانك بي سوغات شمارة دياج بي درستان چه پیش ضروری همشین که شما همه کتاب دیباچه یا مقدمه که هستین همه هی بایدین بوانه تو بزانه. فلو اردنا ان نفهرس هذا متن الاصول الثلاثه او نعرف محتوى، نقسم هذا الكتاب الى خمسه اقسام. اگر ما بزانه که ای کتاب اصول ثلاثه تو کا چی و چی ما اشی سه قسمه تقسیم کنی سه را رو بنده تقسیم کنی. القسم الاول المسائل الاربع. أول قسم شاري مسألة ذكر كانك بهما العلم والعمل والدعوة والصبر سورة العصر. سورة أول علمي بدا عملي بدا دعوين بدا صبر وباري. نعم، جمعت في سورة العصر. إي شاري تيز جمع كانك بتكن سورة العصر توكا. القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. سامي قسم توحيد سامي قسم بيان كانك. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. قسم الثالث همشيك برشمة توحيدة واني. القسم الرابع شرح أسئلة القبر الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. شارم قسم همشيك هما سين سوال كيست وصول ثلاثة هما هني مشارك وتوضيحك إن شاء الله. القسم الخامس والأخير خاتمة هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى نختم لنا ولكم بالتوحيد، آمين والله أعلم. پنچمی قسم همشين كما كتاب آخري قدي بها كي همشي هما يما بيان كنين